يعمل العاكس الذي وعدتكم به بدون أي قطعة إلكترونية نحتاج إلى محول سنتر تاب، أي إن هذا الصفر وهذا 12 فولت وهذا 12 فولت، وسوف نتكلم عن المحول السنتر تاب على الصبورة. وأحتاج كذلك إلى محرك كهربائي يعمل على 12 فولت DC، وهذا هو المحرك الكهربائي. وأحتاج كذلك إلى هذا المفتاح التوي. هذه يا أعزائي نوابض حصلت عليها من تايمر غسالة عاطل. وأحتاج كذلك إلى جاما. انظر عزيزي هنا قليل من الارتفاع هنا. انظر عزيزي عندما يدور المحرك بسرعة فإنه سوف يتحكم بالمفتاح، فيكون الاتصال من هنا ثم من هنا وهكذا. أعزائي أجعل الأجزاء في مكانها. انظر عزيزي كيفية فتح وغلق الدائرة الكهربائية. أعزائي هذا الوسط أعطيته اللون الأسود، أصله على أحد أطراف البطارية الموجب أو السالب، وهذا حسب تصميم العاكس يقطع الموجب أو السالب. والسنتر تاب من المحول أصله بالطرف الآخر من البطارية، وأضع هذا العازل هنا بصورة مؤقتة كي لا يحدث شورت كهربائي أثناء الربط، وأصل أحد هذه الأطراف بإحدى أطراف الـ 12 فولت للمحول، وكما ذكرنا هذا 12 فولت وهذا 12 فولت، والطرف الآخر أصله بـ 12 فولت الآخر. وقد قمت بتوصيل المحرك الكهربائي إلى مصدر فولتية آخر لكي تتم العملية بسلاسة، وهذا الأوميتر وضعته على فولتية الأي سي وليس الدي سي، لأنه سوف يخرج لي فولتية أي سي، وأصله هنا من مكان تغذية المحول. عزيزي انتبه إلى الفولتية. الآن أرفع العازل وأشغل. أعزائي لأن الأمبير جدا عالي والبطارية في حالة ممتازة تسبب في صهر الموصلات، ولأني لم أضع بلاتينات ممتازة لأن هذه مجرد فكرة، وقد شاهدتم الفولتية. هذه تجربة أخرى. انظر عزيزي إلى قارئ الفولتية. انظر عزيزي سوف أجعل هذا الطرف متصل مؤقتا، سوف تقرأ الفولتية ثم تهبط إلى الصفر مع استمرار التلامس. انظر عزيزي عندما أقوم بإيصال الموصلات انظر إلى المؤشر وكيف يرجع إلى الصفر رغم استمرار التلامس. عندما أصل السلك إلى هنا سوف يتكون فيض مغناطيسي هنا يقطع القلب الحديدي، ليتكون في القلب الحديدي فيض مغناطيسي آخر يقطع الملف الثاني ليكون لدي فولتية. اخترت هذه البطارية، بطارية مستهلكة لكي لا يحدث لدي تيار عالي يؤدي إلى فشل التجربة. أعزائي أنا أتكلم اليوم عن أقدم التجارب في الكهرباء، هي التي أدت إلى اختراع المولدات إلى آخره. لو كان لديك مغناطيس عادي ثم قمت بعدد من اللفات وأوصلتها إلى فولتوميتر، هذا الفولتوميتر إلكتروني أو ذات مؤشر لا يهم، وثبت قطعة المغناطيس هنا ثم قمت بإيصال الفولتوميتر، فإن الفولتوميتر لن يقوم بقراءة أي فولتية. أما إذا قمت بتحريك هذا القلب المغناطيسي عموديا على الملفات فإن الفولتوميتر سوف يقوم بقراءة فولتية طالما هذا المغناطيس يتحرك. والسبب في ذلك أن هذا المغناطيس يحمل فيض مغناطيسي، هذا الفيض المغناطيسي سوف يقوم بقطع هذه الملفات، وهذا القطع سوف يتغير مع الزمن، أي أنه يتحرك، أي إن خطوط الفيض المغناطيسي سوف تتحرك وتقطع هذه الملفات، فينتج عن ذلك فولتية وتيار محتسان. فالقاعدة الأساسية أعزائي أن تكون هناك
حركة للفيض المغناطيسي أو تغير للفيض المغناطيسي مع الزمن. أعزائي نأتي إلى هذا الرسم. هذا الرسم يسمى بتجربة فارادايم، وأيضا هذه التجربة قديمة جدا، من خلالها نفهم عمل العاكس. أعزائي هذا ملف لأسميه الملف الثانوي، أوصله بفولتوميتر قارئ للمقطيع، وهذا ملف آخر سميه ملف ابتدائي، وهذا قلب حديدي. لو جهزت هذا الملف بمصدر مقطيع تيار متناوب أي سي، فإن الفولتوميتر سوف يقرأ ولا مشكلة. أما العكس فيحمل على مصدر للفولتية دي سي بطارية السيارة مثلا، وقمت بإيصال أحد الأطراف إلى أحد أطراف البطارية، والطرف الآخر أذهب به إلى مفتاح، وطرف البطارية الآخر أيضا أذهب به إلى مفتاح. بغرق الدائرة، فإنه لحظة غرق الدائرة كما شاهدتم عمليا، سوف يتولد فولتية هنا وتيار أيضا، ثم يصفر الفولتوميتر أي ينقطع توليد التيار والفولتية. والسبب في ذلك أعزائي عند غرق المفتاح، فإنه سوف يتولد هنا في هذا الملف مجال كهرومغناطيسي متغير. في اللحظة التي أغلق بها المفتاح سوف يتولد هذا المجال، إلى أن يصل إلى حد معين. أثناء تولده أعزائي هو يتغير مع الزمن ليقطع القلب الحديدي. في هذه اللحظات أعزائي سوف يتكون في القلب الحديدي مجال مغناطيسي وأيضا متغير. هذا المجال المغناطيسي سوف يقطع هذه الملفات، سيتولد هنا فولتية وتيار مختصان. أعزائي هذه الفكرة التي شاهدتموها في المقطع الثاني من الفيديو التي الآن تشاهدونه. والآن أعزائي سوف أتكلم عن المحول السنتر تاب الذي شاهدتموه. أعزائي ومحول السنتر تاب أيضا يتكون من ملف رئيسي وملفان ثانويان. في هذه التجربة سوف أجعل الملفان الثانويان هما الرئيسي، والملف الرئيسي هو الثانوي. وإذا دققتم النظر في التجربة الأولى التي قمت بها، فإني قمت بربط الفولتوميتر على الملف الرئيسي، وقد ذكرت هذا أيضا. أعزائي هذا هو اللون الأسود، وقمت بإيصاله إلى أحد أطراف البطارية، وتذكرون هذان الطرفان، قمت بإيصال أحدهما إلى أحد البلاتينات أعزائي، والطرف الآخر إلى البلاتين الآخر. والفكرة واضحة أعزائي. أعزائي عندما يتصل أحد أقطاب البطارية بهذا القطب، يتكون هنا فيض مغناطيسي يقطع القلب الحديدي، وهذا الفيض المغناطيسي متغير مع الزمن يقطع هذه الملفات، فيقوم بإنتاج تيار فولتية يجعل الفولتوميتر يقرأ. وعندما أقوم بقطعه سوف يتلاشى هذا الفيض المغناطيسي ويعود للقراءة من جديد ليصفر. وعندما أصل هذا الطرف إلى هنا أيضا سوف يتكون فيض مغناطيسي، ونفس العملية، يقرأ ثم يصفر ثم يقرأ، وهكذا مع سرعة الحركة. وهذا ما حدث أعزائي في تجربتنا التي شاهدتموها. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.